مفر من الإصلاحات. المجتمع تطور، الجزائر اليوم تقوات، نحب ونكره تقوات، وما زالت مكانتها قوية في الساحة الجهوية في الساحة الدولية. لأن البعض يقول لك هاو كان مريض ما يقدرش يواصل، هاو سي يحيى راح يعطي كل أرقام في المجلس الشعبي الوطني، وحنا رانا عطيناها لكم في الكتيب اللي سمناها لكم. خمس سنة أو الربع الخمس سنوات تقريبا من 2014 إلى آخر 2018 في كل جوانب الاقتصادية والاجتماعية كل أرقام تلقاوها. الفترة هذه كانت أحسن من الفترة اللي قبلها، ولو عرفنا تراجع قوي بالنسبة للمداخل للعملة الصعبة الميزانية من ميزانية الوطن. كثيرين من القطاعات وتشوفوا السكنات يومين دوك راهي تتوزع، يومين هي تتوزع ومازال نواصل. فأخواتي إخواني اليوم كما أكدت لكم احنا في ظروف خاصة حتمية اللي لازم يقودها يقودها واحد كما يقولوا اللي قادر على شقاه، وحنا والشعب الجزائري كله معاه ولازم يكون معاه. لأن بلا إصلاحات سياسية واقتصادية ما نقدرش نواصل، لأن اليوم الشباب طالب منا كثير ومن حقه.